الكتاب المسموع إغاثة الأحلام من مغائب الشيطان لابن القيم الجوزية. نتصفح هذا الكتاب ونبدأ بالجزء الأول، حيث يتحدث المؤلف عن انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت. لما كان القلب يوصف بالحياة وضدها انقسم بحسب ذلك إلى هذه الأحوال الثلاثة. فالقلب الصحيح هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسليم هو السالم، وجاء على هذا المثال لأنه للصفات كالطويل والقصير والظريف. فالسليم القلب الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له كالعليم والقدير، وأيضا فإنه ضد المريض والسقيم والعليل. وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم، والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، فسلم من عبودية ما سواه، وسلم من تحكيم غير رسوله، فسلم في محبة الله مع تحكيمه لرسوله، في خوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والذل له وإيثار مرضاته في كل حال والتباعد من سخطه بكل طريق. وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده. فالقلب السليم هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما، بل قد خلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء، وخلص عمله لله. فإن أحبه أحب في الله، وإن أبغضه أبغض في الله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله. ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيعقد قلبه معه عقدا محكما على الائتمان والاقتداء به وحده دون كل أحد في الأقوال والأعمال، من أقوال القلب وهي العقائد، وأقوال اللسان وهي الخبر عما في القلب وأعمال القلب، وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعها وأعمال الجوارح، فيكون الحاكم عليه في ذلك كل دقة وجلة. هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر. ومحل السؤال ها هنا: هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك أم فعلته لحظك وهواك؟ والثاني سؤال عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك التعبد، أي هل كان ذلك العمل مما شرعته لك على لسان رسولي أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضه؟ وفي فصل القلب الميت، وهو القلب الثاني ضد هذا، وهو القلب الميت الذي لا حياة به، فهو لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه، بل هو واقف مع شهواته ولذاته، ولو كان فيها سخط ربه وغضبه فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظه، رضي ربه أم سخط، فهو متعبد لغير الله حبا وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وتعظيما وذلا. إن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه، وإن منع منع لهواه، فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه. فالهوى إمامه،
والشهوة قائده، والجهل سائقه، والغفلة مركبه، فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور، وبسكرة الهوى وحب العاجلة مخمور، ينادى إلى الله وإلى الدار الآخرة من كل بعيد، ولا يستجيب للناصح، ويتبع كل شيطان مريد. الدنيا تسخطه وترضيه، والهوى يصيمه عما سوى الباطل ويعميه، فهو في الدنيا كما قيل في ليلى: عدو لمن عادت وسلم لأهلها، ومن قربت ليلى أحب وأقربها. فمخالطة صاحب هذا القلب سقم، ومعاشرته سم، ومجالسته هلك. أما القلب الثالث فهو القلب المريض، قلب له حياة وبه علة، فله مادتان تمده هذه مرة وهذه أخرى، وهو لما غلب عليه منهما، ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادته حياته، وفيه من محبة الشهوات وإثارها والحرص على تحصيلها، والحسد والكبر والعجب وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة ما هو مادة هلاكه وعطبه. وهو ممتحن بين داعيين: داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة، وداع يدعوه إلى العاجلة، وهو إنما يجيب أقربهما منه بابا وأدناها إليه جوارا. فالقلب الأول أي قلب السليم حي مخبت لين واع، والثاني يابس ميت، والثالث مريض، فإما إلى السلامة أدنى وإما إلى العطب أدنى. إغاثة اللفان من مصائد الشيطان لابن القيم الجوزية. وفي موضوع لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون الله هو إلهه وفاطره، يقول المؤلف: لا بد للإنسان من أمرين، أحدهما معرفة ما هو المحبوب المطلوب الذي ينتفع به ويلتذ بإدراكه، والثاني معرفة المعين الموصل المحصل لذلك المقصود، وبإزاء ذلك أمران آخران، أحدهما مكروه بغيض ضار، والثاني معين دافع له عنه. فهذه أربعة أشياء: أحدها أمر هو محبوب مطلوب الوجود، الثاني أمر مكروه مطلوب العدم، الثالث الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب، الرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد، بل ولكل حيوان لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها. فإذا تقرر ذلك فالله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو والمطلوب الذي يراد وجهه ويبتغى قربه ويطلب رضاه، وهو المعين على حصول ذلك، وعبودية ما سواه والالتفات إليه والتعلق به هو المكروه الضار، والله هو المعين على دفعه، فهو سبحانه الجامع لهذه الأمور الأربعة دون ما سواه، فهو المعبود المحبوب المراد، وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له، والمكروه البغيض إنما يكون بمشيئته وقدرته، وهو المعين لعبده على دفعه عنه، كما قال: أعرف الخلق به، أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. وقال: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك
إلا إليك، فمنه المنجى وإليه الملجأ، وبه الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته، فالإعاذة فعله والمستعاذ منه فعله أو مفعوله الذي خلقه بمشيئته، فالأمر كله له والحمد كله له والملك كله له والخير كله في يديه، لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه كل أحد من خلقه. ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنى قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب. فالأول من معنى ألوهيته، والثاني من معنى ربوبيته، فإن الإله هو الذي تأله في القلوب محبة وإنابة وإجلالا وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى مصالحه، فلا إله إلا هو ولا رب إلا هو، فكما أن ربوبية ما سواه أبطل الباطل، فكذلك إلهية ما سواه. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذين الأصلين في مواضع من كتابه، مثل فاعبده وتوكل عليه وقوله عن نبيه شعيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقوله وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وقوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وقوله عن الحنفاء أتباع إبراهيم عليه السلام ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين لمعنيي التوحيد اللذين لا سعادة للعبد بدونهما البتة. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم ويتم نعيمهم، فلا يعطيهم في الآخرة شيئا هو أحب إليهم ولا أقر لعيونهم ولا أنعم لقلوبهم من النظر إليه وسماع كلامه منه بلا واسطة، ولم يعطيهم في الدنيا شيئا خيرا لهم ولا أحب إليهم ولا أقر لعيونهم من الإيمان به ومحبته والشوق إلى لقائه والأنس بقربه والتنعم بذكره. ولما كانت خشية الله عز وجل رأس كل خير في المشهد والمغيب، سأله خشيته في الغيب والشهادة. ولما كان أكثر الناس إنما يتكلم بالحق في رضاه، فإذا غضب أخرجه غضبه إلى الباطل، وقد يدخله أيضا رضاه في الباطل، سأل الله عز وجل أن يوفقه لكلمة الحق في الغضب والرضا. ولهذا قال بعض السلف لا تكن ممن إذا رضي أدخله رضاه في الباطل وإذا غضب أخرجه غضبه من الحق. ولما كان الفقر والغنى بليتين ومحنتين يبتلي الله بهما عبده، ففي الغنى يبسط يده وفي الفقر يقبضهما، سأل الله عز وجل القصد في الحالين، وهو التواصل الذي ليس معه إسراف ولا تقتير. إغاثة الأفان من نصائح الشيطان لابن القيم الجوزية.
ونمضي مع كتاب إغاثة اللفان من مصائد الشيطان للعالم الجليل ابن قيم الجوزية. وفي الجزء الثاني فصل في أمثلة عن الحيل، وللحيل التي يتخلص بها من مكر غيره والغدر به أمثلة. المثال الأول: إن استأجر منه أرضا أو بستانا أو دارا سنين ثم لا يأمن من مكره إذا صلحت الأرض والبستان بنوع من أنواع المكر والغدر، ولو لم يكن إلا بأن يدعي أن أجرة المثل في هذه الحال أكثر مما سمي. فالحيلة في أمنه من ذلك أن يسمي لكل سنة أجرا معلوما، ويجعل أجرة السنين المتأخرة معظم الأجرة وأقلها للسنين الأول، فلا يسهل عليه المكر بعد ذلك. وعكسه: إذا خاف المؤجر مكر المستأجر وغدره في المستقبل، جعل معظم الأجرة في السنين الأول وأقلها في الأواخر. المثال الثاني: أن يخاف المؤجر غيبة المستأجر، فلا يتمكن من مطالبة امرأته بالأجرة ولا من إخراجها، فالحيلة في أمنه من ذلك أن يؤجرها رب الدار من المرأة، فإن دخل عليه فعذر مطالبتها بالأجرة ضمن الزوج والأجرة، أو أخذ بها رهنا، فإن كان قد أجرها من الزوج وخاف غيبته أشهد على إقرار المرأة أن الدار له وأنها في يدها بحكم إجارة الزوج إلى مدة كذا وكذا، وإن كفل المرأة وقت العقد أنها ترد إليه الدار عند انقضاء المدة نفعه ذلك. والمثال الثالث: أن يخاف المستأجر أن يزاد عليه في الأجرة ويفسق عقده، إما بكون العين المؤجرة وقفا عند من يرى ذلك، أو يتحيل عليه حتى يبطل عقده. فالحيلة في أمنه وتخليصه أنما يسمي للأجرة أكثر مما اتفقا عليه، ثم يصارفه عليه بقدر المسمى ويدفعه إليه، ويشهد عليه أنه قبض المسمى الذي وقع عليه العقد، فإذا مكر به وطلب فسخ عقده طالبه بما قبضه من المسمى، هذا إذا تعذر عليه رفع تلك الإجارة إلى حاكم يحكم بلزومها وعدم فسخها للزيادة. وهناك أمثلة كثيرة في هذا الفصل، وهو فصل في الحيل. يقول مثلا الكاتب في المثال الثامن: إذا كان عليه دين فقال اشتري له بكذا وكذا، ففعل ولم يبرأ من الدين بذلك، لأنه لا يكون مبرئا لنفسه من دين الغير بفعله. وطريق التخلص أن يشهد على إقرار رب الدين أن من عليه الدين بريء منه بعد شرائه بمستحقه كذا وكذا، والقياس أن يبرأ بالشراء، وإن لم يفعل ذلك لأنه بتوكيله له قد أقامه مقام نفسه، فكما قام مقامه في التصرف قام مقامه في الإبراء، فهو لم يبرأ بفعل نفسه لنفسه، وإنما برئ بفعله لموكله القائم مقام فعل الموكل. المثال العاشر: إذا زرع أرضه ثم أراد أن يؤجرها والزرع قائم لم يجز لتعذر انتفاع المستأجر بالأرض، وطريق تصحيحها أن يبيعه الزرع ثم يؤجر الأرض، فإن أحب بقاء الزرع على ملكه قدر لكماله مدة معينة، ثم أجرت الأرض بعد تلك المدة إجازة مضافة. ومن فصول الجزء الثاني فصل في القصد من هذه الأمثلة. والمقصود بهذه الأمثلة وأضعافها مما لم نذكر أن الله سبحانه أغنانا بما شرعه لنا من الحنيفية السمحة، وما يسره من الدين على لسان رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وسهله للأمة عن الدخول في الآصار والأغلال، وعن ارتكاب طرق المكر والخداع والاحتيال،
كما أغنانا عن كل باطل ومحرم وضار بما هو أنفع لنا منه من الحق والمباح النافع. فأغنانا بأعياد الإسلام عن أعياد الكفر والمشركين من أهل الكتاب والمجوس والصابئين وعبدة الأصنام، وأغنانا بوجوه التجارات والمكاسب الحلال عن الربا والميسر والقمار، وأغنانا بنتاح ما طاب لنا من النساء مثنى وثلاث ورباع، والتسري بما شئنا من الإماء عن الزنا والفواحش، وأغنانا بأنواع الأشربة اللذيذة النافعة للقلب والبدن عن الأشربة الخبيثة المنكرة المذهبة للعقل والدين، وأغنانا بأنواع الملابس الفاخرة من الكتان والقطن والصوف عن الملابس المحرمة من الحرير والذهب، وأغنانا عن سماع الأبيات وقرآن الشيطان بسماع الآيات وكلام الرحمن، وأغنانا عن الاستسقام بالأزلام طلبا لما هو خير وأنفع لنا باستخارته التي هي توحيد وتفويض واستعانة وتوكل، وأغنانا عن طلب التنافس في الدنيا وعاجله بما أحبه لنا وندبنا إليه من التنافس في الآخرة وما أعد لنا فيها وأباح الحسد في ذلك، وأغنانا به عن الحسد على الدنيا وشهواتها، وأغنانا بالفرح بفضله ورحمته وهما القرآن والإيمان عن الفرح بما يجمعه أهل الدنيا من المتاع والعقار والائتمان، فقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأغنانا بالتكبر على أعداء الله تعالى وإظهار الفخر والخيلاء لهم عن التكبر على أولياء الله تعالى والفخر والخيلاء عليهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لمن رآه يتبختر بين الصفين: إنها لمشينة يبغضها الله إلا في هذا الموطن. وأغنانا بالفروسية الإيمانية والشجاعة الإسلامية التي تأثيرها في الغضب على أعدائه ونصرة دينه عن الفروسية الشيطانية التي يبعث عليها الهوى وحمية الجاهلية. وأغنانا بالخلوة الشرعية حال الاعتكاف عن الخلوة البدعية التي يترك لها الحج والجهاد والجمعة والجماعة، وكذلك أغنانا بالطرق الشرعية عن طريق أهل المكر والاحتيال. فلا تشتد حاجة الأمة إلى شيء إلا وفيما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقتضي إباحته وتوسعته، بحيث لا يحوجهم فيه إلى مكر واحتيال ولا يلزمهم الآثار والأغلال، فلا هذا من دينه ولا هذا. كما أغنانا بالبراهين والآيات التي أرشد إليها القرآن عن الطرق المتكلفة المتعسفة المعقدة التي باطلها أضعاف حقها من الطرق الكلامية التي الصحيح منها كلحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. ونحن نعلم علما لا نشك فيه أن الحيل التي تتضمن تحليل ما حرمه الله تعالى وإسقاط أوجبه لو كانت جائزة لسنها الله سبحانه وندب إليها لما فيها من التوسعة والفرج للمكروب والإغاثة للملهوف، كما ندب إلى الإصلاح بين الخصمين. وقد قال المبعوث بالحنفية السمحة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا تركت من شيء يعيدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به، تركتكم على بيضاء ليلها كهالها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالي، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فهلا ندب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحيل وحض عليها كما حض على إصلاح ذات البيت، بل لم يزل يحذر من الخداع والمكر والنفاق ومشابهة أهل الكتاب باستحلال محارمه بأدنى الحيل. ولو كان مقصود الشارع إباحة تلك المحرمات التي رتب عليها أنواع الذم والعقوبات وسد الذرائع الموصلة إليها لم يحرمها ابتداء، ولا رتب عليها العقوبة ولا سد الذرائع إليها، ولكن ترك أبوابها مفتحة أسهل من المبالغة في غلقها وسدها، ثم يفتح لها أنواع الحيل حتى ينقب المحتال عليها من كل ناحية، فهذا مما تصان عنه الشرائع فضلا عن أكملها شريعة وأفضلها دينا.
وقد قدمنا أن الضرر والمفاسد الحاصلة من تلك المحرمات لا يزول بالاحتيال والتنقيب عليها، بل تقوى وتشتد مفاسدها. إغارة الأفان من مصائد الشيطان لابن القيم الجوزية. ونمضي مع كتاب إغاثة اللفان من مصائد الشيطان للعالم الجليل ابن قيم الجوزية. وفي الجزء الثاني فصل في أمثلة عن الحيل، وللحيل التي يتخلص بها من مكر غيره والغدر به أمثلة. المثال الأول: إن استأجر منه أرضا أو بستانا أو دارا سنين، ثم لا يأمن من مكره إذا صلحت الأرض والبستان بنوع من أنواع المكر والغدر، ولو لم يكن إلا بأن يدعي أن أجرة المثل في هذه الحال أكثر مما سمي. فالحيلة في أمنه من ذلك أن يسمي لكل سنة أجرا معلوما، ويجعل أجرة السنين المتأخرة معظم الأجرة وأقلها للسنين الأول، فلا يسهل عليه المكر بعد ذلك. وعكسه: إذا خاف المؤجر مكر المستأجر وغدره في المستقبل، جعل معظم الأجرة في السنين الأول وأقلها في الأواخر. المثال الثاني: أن يخاف المؤجر غيبة المستأجر، فلا يتمكن من مطالبة امرأته بالأجرة ولا من إخراجها، فالحيلة في أمنه من ذلك أن يؤجرها رب الدار من المرأة، فإن دخل عليه تعذر مطالبتها بالأجرة ضمن الزوج والأجرة، أو أخذ بها رهنا، فإن كان قد أجرها من الزوج وخاف غيبته أشهد على إقرار المرأة أن الدار له وأنها في يدها بحكم إجارة الزوج إلى مدة كذا وكذا، وإن كفل المرأة وقت العقد أنها ترد إليه الدار عند انقضاء المدة نفعه ذلك. والمثال الثالث: أن يخاف المستأجر أن يزاد عليه في الأجرة ويفسق عقده، إما بكون العين المؤجرة وقفا عند من يرى ذلك، أو يتحيل عليه حتى يبطل عقده. فالحيلة في أمنه وتخليصه أنما يسمي للأجرة أكثر مما اتفقا عليه، ثم يصارفه عليه بقدر المسمى ويدفعه إليه، ويشهد عليه أنه قبض المسمى الذي وقع عليه العقد، فإذا مكر به وطلب فسخ عقده طالبه بما قبضه من المسمى، هذا إذا تعذر عليه رفع تلك الإجارة إلى حاكم يحكم بلزومها وعدم فسخها للزيادة. وهناك أمثلة كثيرة في هذا الفصل، وهو فصل في الحيل. يقول مثلا الكاتب في المثال الثامن: إذا كان عليه دين فقال اشتري له بكذا وكذا، ففعل ولم يبرأ من الدين بذلك، لأنه لا يكون مبرئا لنفسه من دين الغير بفعله. وطريق التخلص أن يشهد على إقرار رب الدين أن من عليه الدين بريء منه بعد شرائه لمستحقه كذا وكذا، والقياس أن يبرأ بالشراء، وإن لم يفعل ذلك لأنه بتوكيله له قد أقامه مقام نفسه، فكما قام مقامه في التصرف قام مقامه في الإبراء، فهو لم يبرأ بفعل نفسه لنفسه، وإنما برئ بفعله لموكله القائم مقام فعل الموكل. المثال العاشر: إذا زرع أرضه ثم أراد أن يؤجرها والزرع قائم لم يجز لتعذر انتفاع المستأجر بالأرض، وطريق تصحيحها أن يبيعه الزرع ثم يؤجر الأرض، فإن أحب بقاء الزرع على ملكه قدر لكماله مدة معينة، ثم أجرة الأرض بعد تلك المدة إجازة مضافة.
ومن فصول الجزء الثاني فصل في القصد من هذه الأمثلة. والمقصود بهذه الأمثلة وأضعافها مما لم نذكره أن الله سبحانه أغنانا بما شرعه لنا من الحنيفية السمحة وما يسره من الدين على لسان رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وسهله للأمة عن الدخول في الآثار والأغلال وعن ارتكاب طرق المكر والخداع والاحتيال، كما أغنانا عن كل باطل ومحرم وضار بما هو أنفع لنا منه من الحق والمباح النافع. فأغنانا بأعياد الإسلام عن أعياد الكفر والمشركين من أهل الكتاب والمجوس والصابئين وعبدة الأصنام، وأغنانا بوجوه التجارات والمكاسب الحلال عن الربا والميسر والقمار، وأغنانا بنكاح ما طاب لنا من النساء مثنى وثلاث ورباع، والتسري بما شئنا من الإماء عن الزنا والفواحش، وأغنانا بأنواع الأشربة اللذيذة النافعة للقلب والبدن عن الأشربة الخبيثة المنكرة المذهبة للعقل والدين، وأغنانا بأنواع الملابس الفاخرة من الكتان والقطن والصوف عن الملابس المحرمة من الحرير والذهب، وأغنانا عن سماع الأبيات وقرآن الشيطان بسماع الآيات وكلام الرحمن، وأغنانا عن الاستسقام بالأزلام طلبا لما هو خير وأنفع لنا باستخارته التي هي توحيد وتفويض واستعانة وتوكل، وأغنانا عن طلب التنافس في الدنيا وعاجله بما أحبه لنا وندبنا إليه من التنافس في الآخرة وما أعد لنا فيها وأباح الحسد في ذلك، وأغنانا به عن الحسد على الدنيا وشهواتها، وأغنانا بالفرح بفضله ورحمته وهما القرآن والإيمان عن الفرح بما يجمعه أهل الدنيا من المتاع والعقار والائتمان، فقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأغنانا بالتكبر على أعداء الله تعالى وإظهار الفخر والخيلاء لهم عن التكبر على أولياء الله تعالى والفخر والخيلاء عليهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لمن رآه يتبختر بين الصفين: إنها لمشينة يبغضها الله إلا في هذا الموطن. وأغنانا بالفروسية الإيمانية والشجاعة الإسلامية التي تأثيرها في الغضب على أعدائه ونصرة دينه عن الفروسية الشيطانية التي يبعث عليها الهوى وحمية الجاهلية. وأغنانا بالخلوة الشرعية حال الاعتكاف عن الخلوة البدعية التي يترك لها الحج والجهاد والجمعة والجماعة، وكذلك أغنانا بالطرق الشرعية عن طريق أهل المكر والاحتيال. فلا تشتد حاجة الأمة إلى شيء إلا وفيما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقتضي إباحته وتوسعته، بحيث لا يحوجهم فيه إلى مكر واحتيال ولا يلزمهم الآثار والأغلال، فلا هذا من دينه ولا هذا. كما أغنانا بالبراهين والآيات التي أرشد إليها القرآن عن الطرق المتكلفة المتعسفة المعقدة التي باطلها أضعاف حقها من الطرق الكلامية التي الصحيح منها كلحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. ونحن نعلم علما لا نشك فيه أن الحيل التي تتضمن تحليل ما حرمه الله تعالى وإسقاط أوجبه لو كانت جائزة لسنها الله سبحانه وندب إليها لما فيها من التوسعة والفرج للمكروب والإغاثة للملهوف، كما ندب إلى الإصلاح بين الخصمين. وقد قال المبعوث بالحنفية السمحة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا تركت من شيء يعرضكم عن النار إلا وقد حدثتكم به، تركتكم عرض بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فهلا ندب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحيل وحض عليها كما حض على إصلاح ذات البين؟ بل لم يزل يحذر من الخداع والمكر والنفاق ومشابهة أهل الكتاب باستحلال محارمه بأدنى الحيل،
ولو كان مقصود الشارع إباحة تلك المحرمات التي رتب عليها أنواع الذم والعقوبات وسد الذرائع الموصلة إليها لم يحرمها ابتداء ولا رتب عليها العقوبة ولا سد الذرائع إليها، ولكن ترك أبوابها مفتحة أسهل من المبالغة في غلقها وسدها، ثم يفتح لها أنواع الحيل حتى ينقب المحتال عليها من كل ناحية، فهذا مما تصان عنه الشرائع فضلا عن أكملها شريعة وأفضلها دينا. وقد قدمنا أن الضرر والمفاسد الحاصلة من تلك المحرمات لا يزول بالاحتيال والتنقيب عليها، بل تقوى وتشتد مفاسدها. إغاثة اللفان من مصائد الشيطان لابن القيم الجوزية. ومن الجزء الأول في هذا الكتاب العظيم إغاثة اللفان من مصائد الشيطان لابن قيم الجوزية، وفي موضوع لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون الله هو إلهه وفاطره، يقول المؤلف: معلوم أن كل حي سوى الله سبحانه من ملك أو إنس أو جن أو حيوان فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ولا يتم ذلك له إلا بتصوره للنافع والضار والمنفعة من جنس النعيم واللذة والمضرة من جنس الألم والعذاب، فلا بد له من أمرين: أحدهما معرفة ما هو المحبوب المطلوب الذي ينتفع به ويلتذ بإدراكه، والثاني معرفة المعين الموصل المحصل لذلك المقصود. وبإزاء ذلك أمران آخران: أحدهما مكروه بغيض ضار، والثاني معين دافع له عنه. فهذه أربعة أشياء: أحدها أمر هو محبوب مطلوب الوجود، الثاني أمر مكروه مطلوب العدم، الثالث الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب، الرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد بل ولكل حيوان لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها، فإذا تقرر ذلك فالله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب الذي يراد وجهه ويبتغى قربه ويطلب رضاه، وهو المعين على حصول ذلك، وعبودية ما سواه والالتفات إليه والتعلق به هو المكروه الضار، والله هو المعين على دفعه، فهو سبحانه الجامع لهذه الأمور الأربعة دون ما سواه، وهو المعبود المحبوب المراد، وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له، والمكروه البغيض إنما يكون بمشيئته وقدرته، وهو المعين لعبده على دفعه عنه، كما قال: أعرف الخلق به، أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. وقال: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك. فمنه المنجا وإليه الملجأ وبه الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته، فالإعاذة فعله والمستعاذ منه فعله أو مفعوله الذي خلقه بمشيئته، شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته فالإعاذة فعله والمستعاذ منه فعله، فالأمر كله والحمد كله له والملك كله له والخير كله في يديه، لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثنى عليه كل أحد من خلقه، ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنى قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين عدة أمور في الدعاء الذي رواه النسائي والإمام أحمد وابن حبان في صحيحه وغيرهم، من حديث عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي،
وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فجمع في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقائه سبحانه، وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجهه سبحانه. ولما كان كمال ذلك وتمامه موقوفا على عدم ما يضر في الدنيا ويفتن في الدين، قال في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ولما كان كمال العبد في أن يكون عالما بالحق متبعا له معلما لغيره مرشدا له، قال واجعلنا هداة مهتدين. ولما كان الرضا النافع المحصل للمقصود هو الرضا بعد وقوع القضاء لا قبله، فإن ذلك عزم على الرضا، فإذا وقع القضاء فسخ ذلك العزم، سأل الرضا بعده، فإن المقدور يكتنفه أمرا، الاستخارة قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه. فمن سعادة العبد أن يجمع بينهما، كما في المسند وغيره عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضى الله، وإن من شقاوة ابن آدم ترك الاستخارة وسخطه بما قضى الله تعالى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما كانت خشية الله عز وجل رأس كل خير في المشهد والمغيب، سأله خشيته في الغيب والشهادة. ولما كان أكثر الناس إنما يتكلم بالحق في رضاه، فإذا غضب أخرجه غضبه إلى الباطل، وقد يدخله أيضا رضاه في الباطل، سأل الله عز وجل أن يوفقه لكلمة الحق في الغضب والرضا. ولهذا قال بعض السلف: لا تكن ممن إذا رضي أدخله رضاه في الباطل، وإذا غضب أخرجه غضبه من الحق. ولما كانت الزينة زينتين: زينة البدن وزينة القلب، وكانت زينة القلب أعظمهما قدرا وأجلهما خطرا، وإذا حصلت زينة البدن على أكمل الوجوه في العقبة، سأل ربه الزينة الباطنة فقال: زينا بزينة الإيمان. ولما كان العيش في هذه الدار لا يبرد لأحد كائنا من كان، بل هو محشو بالغصص والنكد ومحفوف بالآلام الباطنة والظاهرة، سأل برد العيش بعد الموت. والمقصود أنه جمع في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنيا وأطيب ما في الآخرة، فإن حاجة العباد إلى ربهم في عبادتهم إياه وتأليههم له كحاجتهم إليه في خلقه لهم ورزقه إياهم ومعافاة أبدانهم وستر عوراتهم وتأمين روعاتهم، بل حاجتهم إلى تأليهه ومحبته وعبوديته أعظم، إن ذلك هو الغاية المقصود لهم. ولا صلاح لهم ولا نعيم ولا فلاح ولا لذة ولا سعادة بغير ذلك حق. ولذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات، وكان توحيد الإلهية رأس الأمر، وأما توحيد الربوبية الذي أقر به المسلم والكافر وقرره أهل الكلام في كتبهم فلا يكفي وحده، بل هو الحج عليهم، كما بيّن ذلك سبحانه في كتابه الكريم في عدة مواضع. ولهذا كان حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم بالنار. ولذا يحب سبحانه عباده المؤمنين الموحدين ويفرح بتوبتهم، كما أن في ذلك أعظم لذة للعبد وسعادة ونعيم.
فليس في الكائنات شيء غير الله عز وجل يسكن القلب إليه ويطمئن به ويأنس به ويتنعم بالتوجه إليه. ومن عبد غيره سبحانه وحصل له به نوع منفعة ولذة فمضرته بذلك أضعاف أضعاف منفعته، وهو بمنزلة أكل الطعام المسموم اللذيذ. وكما أن السماوات والأرض لو كان فيهما آلهة غيره سبحانه لفسدتها، كما قال تعالى لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتها. فكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير الله تعالى فسد فسادا لا يرجى صلاحه إلا بأن يخرج ذلك المعبود منه ويكون الله تعالى وحده إلهه ومعبوده الذي يحبه ويرجوه ويخافه ويتوكل عليه وينيب إليه. إغاثة اللحان من مصائد الشيطان لابن القيم الجوزية. ومن الجزء الأول في هذا الكتاب العظيم إغاثة اللحان من مصائد الشيطان لابن قيم الجوزية، وفي موضوع لا سعادة بالقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون الله هو إلهه وفاطره. يقول المؤلف معلوم أن كل حي سوى الله سبحانه من ملك أو إنس أو جن أو حيوان فهو فقير إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ولا يتم ذلك له إلا بتصوره للنافع والضار والمنفعة من جنس النعيم واللذة والمضرة من جنس الألم والعذاب. فلابد له من أمرين، أحدهما معرفة ما هو المحبوب المطلوب الذي ينتفع به ويلتذ بإدراكه، والثاني معرفة المعين الموصل المحصل لذلك المقصود. وبإزاء ذلك أمران آخران، أحدهما مكروه بغيض ضار، والثاني معين دافع له عنه. فهذه أربعة أشياء: أحدها أمر هو محبوب مطلوب الوجود، الثاني أمر مكروه مطلوب العدم، الثالث الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب، الرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد بل ولكل حيوان لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها. فإذا تقرر ذلك فالله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب الذي يراد وجهه ويبتغى قربه ويطلب رضاه، وهو المعين على حصول ذلك، وعبودية ما سواه والالتفات إليه والتعلق به هو المكروه الضار، والله هو المعين على دفعه، فهو سبحانه الجامع لهذه الأمور الأربعة دون ما سواه، وهو المعبود المحبوب المراد، وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له، والمكروه البغيض إنما يكون بمشيئته وقدرته، وهو المعين لعبده على دفعه عنه، كما قال أعرف الخلق به: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. وقال: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك. فمنه المنجأ وإليه الملجأ وبه الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته، فالإعادة فعله والمستعاذ منه فعله أو مفعوله الذي خلقه بمشيئته، شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته فالإعادة فعله والمستعاذ منه فعله. فالأمر كله والحمد كله له، والملك كله له، والخير كله في يديه، لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثنى عليه كل أحد من خلقه. ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنى قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه، والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم
بين عدة أمور في الدعاء الذي رواه النسائي والإمام أحمد وابن حبان في صحيحه وغيرهم من حديث عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فجمع في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقائه سبحانه، وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجهه سبحانه. ولما كان كمال ذلك وتمامه موقوفا على عدم ما يضر في الدنيا ويفتن في الدين، قال: في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ولما كان كمال العبد في أن يكون عالما بالحق متبعا له معلما لغيره مرشدا له، قال: واجعلنا هداة مهتدين. ولما كان الرضا النافع المحصل للمقصود هو الرضا بعد وقوع القضاء لا قبله، فإن ذلك عزم على الرضا، فإذا وقع القضاء انفسخ ذلك العزم، سأل الرضا بعده، فإن المقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه. فمن سعادة العبد أن يجمع بينهما، كما في المسند وغيره عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضى الله، وإن من شقاوة ابن آدم ترك الاستخارة وسخطه بما قضى الله تعالى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما كانت خشية الله عز وجل رأس كل خير في المشهد والمغيب، سأله خشيته في الغيب والشهادة. ولما كان أكثر الناس إنما يتكلم بالحق في رضاه، فإذا غضب أخرجه غضبه إلى الباطل، وقد يدخله أيضا رضاه في الباطل. سأل الله عز وجل أن يوفقه لكلمة الحق في الغضب والرضا، ولهذا قال بعض السلف: لا تكن ممن إذا رضي أدخله رضاه في الباطل، وإذا غضب أخرجه غضبه من الحق. ولما كانت الزينة زينتين: زينة البدن وزينة القلب، وكانت زينة القلب أعظمهما قدرا وأجلهما خطرا، وإذا حصلت زينة البدن على أكمل الوجوه في العقبة، سأل ربه الزينة الباطنة فقال: زينا بزينة الإيمان. ولما كان العيش في هذه الدار لا يبرد لأحد كائنا من كان، بل هو محشو بالغصص والنكد ومحفوف بالآلام الباطنة والظاهرة، سأل برد العيش بعد الموت. والمقصود أنه جمع في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنيا وأطيب ما في الآخرة، فإن حاجة العباد إلى ربهم في عبادتهم إياه وتأليههم له كحاجتهم إليه في خلقه لهم ورزقه إياهم ومعافاة أبدانهم وستر عوراتهم وتأمين روعاتهم، بل حاجتهم إلى تأليهه ومحبته وعبوديته أعظم، إن ذلك هو الغاية المقصود لهم. ولا صلاح لهم ولا نعيم ولا فلاح ولا لذة ولا سعادة بغير ذلك حتى. ولذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات، وكان توحيد الإلهية رأس الأمر، وأما توحيد الربوبية الذي أقر به المسلم والكافر وقرره أهل الكلام في كتبهم فلا يكفي وحده، بل هو الحج عليهم، كما بيّن ذلك سبحانه في كتابه الكريم في عدة مواضع. ولهذا كان حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا،
أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم بالنار. ولذا يحب سبحانه عباده المؤمنين الموحدين ويفرح بتوبتهم، كما أن في ذلك أعظم لذة للعبد وسعادة ونعيم. فليس في الكائنات شيء غير الله عز وجل يسكن القلب إليه ويطمئن به ويأنس به ويتنعم بالتوجه إليه. ومن عبد غيره سبحانه وحصل له به نوع منفعة ولذة، فمضرته بذلك أضعاف أضعاف منفعته، وهو بمنزلة أكل الطعام المسموم اللذيذ. وكما أن السماوات والأرض لو كان فيهما آلهة غيره سبحانه لفسدتها، كما قال تعالى: لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتها. فكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير الله تعالى فسد فسادا لا يرجى صلاحه إلا بأن يخرج ذلك المعبود منه، ويكون الله تعالى وحده إلهه ومعبوده الذي يحبه ويرجوه ويخافه ويتوكل عليه وينيب إليه.